وثقت منظمة الصحة العالمية عشرات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة، مما أدى لمقتل وإصابة عاملين، محذرة من أن النظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه من المستحيل تنفيذ مطالب القوات الإسرائيلية بنزوح 1.1 مليون فلسطيني في غزة تجاه جنوب القطاع، مشددا على أن هذا الأمر له عواقب إنسانية مدمرة. هنيا له الشهادة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها. ومشاهدينا متواصلون في هذه المتابعة، وينضم إلينا هاتفيا سيادة النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس أنواب. سيادة النائب، إشادة مصرية واسعة من قبل الأحزاب السياسية حول موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحاته اليوم، في رأيك إلى أي مدى جاءت هذه الكلمة واضحة ومعبرة عن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية؟ الأول أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين. وأنا يعني النهاردة بنتكلم بروح معنوية مرتفعة جدا، لأن تصريحات السيد الرئيس النهاردة في دعم أخواتنا وأهلنا في غزة، مش عايز أقول لك إنها جعلت الشعب المصري بروح معنوية مرتفعة، عنده استعداد ينزل بالملايين ويطلع بره الحدود يدافع عن فلسطين. النهاردة إحنا معانا رئيس قوي، رئيس لما قلنا بيقوي الجيش المصري يعني كان في كتير من الشعب المصري مش عارف ليه. حان الوقت ان احنا كدوله مصريه نقول للعالم ان احنا دوله عظيمه، دوله قويه بجيشها وشعبها مترابطين حول خلف القياده السياسيه، مبسوطين جدا. انا بقول لك وانا بكلمك وانا في وسط ميدان يعني في الاف موجوده محشوده بتتكلم باسم فلسطين ودعم فلسطين، حاجه مفرحه وتلقائيه من الناس. ده تعبير عن تصريحات السيد الرئيس اللي تمت بصراحه النهارده يوم، برغم الحزن الشديد اللي بيحصل في فلسطين، ولكن الشهامه العربيه والمعدن الاصيل، لان مصر هي الدوله الوحيده على مدار السنين الطويله اللي فاتت على مدار 76 سنه وهي اللي بتدافع عن القضيه الفلسطينيه، وان شاء الله يكون على ايد مصر خلاص من الاحتلال الاسرائيلي باذن الله. نعم سياده النائب، هل من موقف برلماني واضح يعني ردا على هذا العدوان الاسرائيلي وترجمة لهذا الغضب الشعبي العربي؟ يعني نحن في انتظار جلسة طارئة لمجلس احنا عندنا جلسة طارئة. نعم. عندنا جلسة طارئة غدا، واحنا كنا في جلسة يوم الاحد الماضي كان في بيان لمجلس النواب، والبيان كان صريح، ادانة صريحة للافعال الاجرامية اللي تعملها اسرائيل في اهلنا في غزة، وان شاء الله بكره يكون موقف حاسم. وعايز اقول لك على حاجة، الشعب المصري كله على استعداد، مش مجلس النواب بس، الشعب كله على استعداد لتفويض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي شيء يراه في صالح مصر وفي صالح القضيه الفلسطينيه. نعم، هذا الموقف يعني كان واضح اليوم من المظاهرات التي كانت امام نقابه الصحفيين في الجامعات المصريه، تأييد شعبي واضح للرئيس عبد الفتاح السيسي في رفضه الواضح لتهجير الفلسطينيين المتعمد من قطاع غزة. سيادة النائب، هذا الموقف الشعبي لأي مدى يمكن استغلاله كورقة ضغط أمام العدوان الإسرائيلي والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني؟ اليوم رسالة الدولة المصرية في جميع ميادين مصر بتنادي وتندد بالاحتلال الفلسطيني وتندد بالأفعال الإجرامية اللي بتعملها إسرائيل في أهلنا في غزة، وخاصة بعد ضرب المستشفى أمس، وخاصة بعد التصريحات اليوم اللي تمت في وجود الرئيس الأمريكي. لا، مصر لم تنتظر هذا الكلام، وسيكون لنا رد فعل قوي بإذن الله. وبقول لك كل الشعب المصري جاهز وتحت أمر القيادة السياسية في أي تصريح يطلبه من الشعب المصري. نعم، أشكرك سيادة النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف. إذا